لكن انسى محتلي، يعني المملكة العربية السعودية اكتوت من نيران إيران، وهذا ما ذكره الوزير عادل الجبير صراحة في نص تغريدته، أن فقدنا العديد من المواطنين بسبب سلوكيات إيران. هل يمكن في المستقبل أن تغفر المملكة العربية السعودية لإيران كل خطاياها فيما حصل في الماضي؟ يعني هل تتوقع عودة للعلاقات السعودية الإيرانية يوما ما إلى حال أفضل مما هي عليه الآن؟ الملوك دائما يحلمون. المملكة العربية السعودية دولة تجاوزت عن كثير من خلافاتها مع الدول العربية ودول إقليمية سابقة، وعادت علاقات جيدة بعد قطيعة. في دول هناك تم فيها سحب السفراء، في دول كان في هناك بعض العمليات والمناوشات العسكرية فيما بينهما، لكنها رجعت مرة ثانية. السعودية دولة تحتضن الجميع، دولة تغفر لأبنائها وتغفر لجيرانها وتغفر لأصدقائها إذا عادوا إلى الطريق الصحيح. إيران إذا عادت إلى الطريق الصحيح وإلى الأمن والسلام الإقليمي وإلى الحضن الإسلامي لأن تكون دولة إسلامية فاعلة وتتنازل عن كل هذه المشاريع التي تؤثر على المنطقة بما فيها المملكة العربية السعودية وجيرانها دول الخليج في المقام الثاني. لكن المملكة العربية السعودية أتوقع بحلم الملوك وعظم حجم المملكة العربية السعودية ومحور في العالم العربي والإسلامي وكونها دولة الإسلام أن تحتضن كل من يعود إلى الطريق حتى وإن كان هناك خلافات سابقة. لا ننسى أن في يوم من الأيام كانت الصواريخ العراقية تسقط على العاصمة السعودية الرياض، ولكن بعدها الآن نحن نشهد تعاون عراقي سعودي وعودة إلى الحضن. هناك أيضا تعامل أحداث سابقة في بعض الدول العربية، ولكن رجعت إلى الطريق الصحيح وإلى الطريق السوي بعد أن تنازل الآخرين عن المشاريع الهدامة التي تهدف إلى التأثير على الأمن والسلام.